السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم هذا الكاطو دواز اتاي، كيجي رائع وسهل، ما فيهاش المقادير بزاف، بدون بيض، وكنتمنى ان شاء الله تجربوه. انا قطعته في هذه القطعه هذه، فيها 4 ديال الاشكال. انتوما تقدروا تقطعوا باي قطاع عندكم في الدار باش كتقطعوا لي صابلي ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله تجربوه. الى عجبكم الكاطو خليكم مع الفيديو. ودابا ان شاء الله غادي نخليكم مع المقادير. هنايا عندي نصف كاس ديال الزيت، نصف كاس ديال الحليب، 100 غرام ديال السكر، وهنايا عندي 100 ملليلتر ديال الزيت والحليب. عندي واحد الساشي ديال السكر فانيي، 2 معالق كبار ديال الفلو بالنكهة نتاع الكراميل، عندي واحد الساشي نتاع الخميرة نتاع الحلوة اللي فيه 10 غرام، عندي 125 غرام ديال الزبدة، وهنايا عندي 400 غرام ديال الدقيق. نقدروا نستعملوها كامله، نقدروا ما نستعملوهاش كامله. وانا هاد لي بيسكوي ديالنا ولا الكاطو غادي نقطعوه بهاد القطعه هادي ديال المقروط، ولا المهم القطعه كاع نقطعوا بها اي كاطو بغينا نديرو. الا ولا بغيتي نتوما تقطعوا بالقطعات عاديه بحال ديال الصابلي عادي. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. على بركة الله غادي ندير الزبدة، بسم الله، غادي ندير السكر، هنايا غادي نحاول نخلط هاد الزبدة والسكر مزيان. الزبدة كنخرجوها من بعد قبل من الثلاجة. كيف ما كتلاحظوا هنايا خلط مزيان الزبدة والسكر. دابا غادي نزيد الزيت، وهنا غادي نضيف الحليب والسكر نتاع الفاني، نسيتو ما درتوش من الاول. غادي ندير الفلو، ندير قبصه ديال الملحه، وغادي نخلطهم مزيان. نتوما الا ما بغيتيش ديروا الفلو تقدروا تعودوه بشي حاجه، ديرو قشور ديال الليمون ولا قشور ديال الحامض، ولا تنسمو غير بالفاني صافي.
دابا ان شاء الله غادي ندوز الفرينه. هنايا غادي ندير خميره ديال الحلوه اللي هي 10 غرام. انا غادي نخلط بالدقيق. بسم الله. مزيان. غادي نخلطهم مزيان. هنايا راه باقي خصو الفرينه. غادي نكمل داكشي اللي عبرت اللي هي 400 غرام. المهم راه غادي ديروا عينكم ميزانكم. هنايا الخليط ديالنا باقي شويه طري، غادي نزيد ليه فرينه. غادي نخلطو مزيان. هيا العجينه ديالنا صافي راه واجده، كتجي بحال هكا، راه كتجي شويه طريه، المهم ما كتجيش قاسحه بزاف. انا غادي نحطها في الثلاجه شويه، واحد نص ساعه ولا حتى 20 دقيقه، ونتلاقاو من بعد باش نشكلوها. هاي العجينه ديالنا بعد ما خرجتها من الثلاجه خليتها شي 20 دقيقه. وهنايا عندي هاد السكر، ماشي ضروري، انا بغيت نديرها باش هكذا ما تلصقليش العجينه. هنايا غادي نكور العجينه ديالنا عاديه على حساب الحجم حنا اللي بغيناه، تجي غليظه ولا بحال هكا. نزيد وحده اخرى. من بعد كنجيب هاد السكر، كنحاول غير هنايا غير على وجهها، ما نديروش هنايا. ومن بعد كنجيب طابع. بسم الله. كتجي بحال هكا. وهنايا غادي نديرها في الطاوة اللي غادي تخليها الفران. وهنايا غادي نزيد وحدة اخرى. وانا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل. كيف ما كتلاحظوا هنايا هو الكاتو ديالنا بعد ما كملتو. ودابا غادي ندخلو للفران حتى يطيب، ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. هو الكاتو ديالنا بعد ما خرجتو من الفران،
باقي سخون، غادي نخليه حتى يبرد مزيان ونتلاقاو من بعد. هو الشكل النهائي ديال الكاتو ديالنا، كنتمنى ان شاء الله تجربوه وإلى الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب وبارطاجيو الفيديو باش تشجعوني، والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.